بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أيها الحاضرون جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير. السلام على المهر الطيبة وأهلها الطيبين. أنا اليوم في قاية السعادة وأنا أزور محافظة المهرة وألتقي بأهل المهرة الطيبين، سعيدا لزيارتها واللقاء بكم، وسعيدا لأني على ثقة من أن هذه المحافظة ستمضي بثبات نحو المزيد من التطور والازدهار والسلام. المهرة وأهلها تحتل مكانة خاصة في قلبي. إنها بلدة طيبة والنقاء والسلام، ولذلك سلمها الله من دنس تلك الماليشيات العابدة، وحفظها الله من تلك العصابات الإجرامية والإرهابية. المهرة وأهلها تحتل مكانة خاصة. هي اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها البناء والتنمية والأمن والاستقرار والرخاء. اليوم نضع حجر الأساس لمرحلة النماء في المهرة بدعم سخي وكريم من أشقائنا الكرام في المملكة العربية السعودية، صاحبة السبق في كل شيء في اليمن، فلقد كانت الأولى وهي تدرك حجم المتاعب والمخاطر، وكانت الأولى وهي تباجر وتلبي وتناصر، وهي اليوم الأولى وهي تبني وتعمر. وشتان ما بين من يبني ومن يهدم، بين من يحمل الخير لليمن واليمنيين، وبين من اختار طريق الأذى والضرر والأضرار، بين أشقاء يقفون في صف الحق والعدالة للقضية اليمنية، وبين آخرين سول لهم الشيطان أعمالهم وأضلهم عن السبيل. فالمملكة صاحبة الأيادي البيضاء على هذا البلد العظيم الذي تكالبت عليه الأحداث ووقفت موقف الأخ والشريك. الحاضرون جميعا تعلمون كيف انقلبت تلك الماليشيات الإجرامية على أحلام اليمنيين في بناء اليمن الجديد. بعد أن تحاور اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل الكيانات السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة، ووضع اليمنيون في مفرجاته خلاصة حكمتهم ومعالجتهم لكل مشكلات اليمن طيلة 60 عاما الماضية، وتوافقوا على إنهاء المركزية القاتلة وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يقوم على مبادئ العدل والمساواة والحكم الرشيد. يقوم
على التقسيم العادل للسلطة والثروة. لكن هذه الماليشيا الحاقدة مدعومين من النظام الإيراني انقلبت على كل شيء وأوصلت البلاد إلى هذه الحالة الصعبة التي يعيشها أبناء اليمن. ولولا تدخل الشكاء في التحالف دعم الشرعية لكانت اليمن اليوم أكثر كتامة وسوادا، لأنها ستخسر ثقافتها وهويتها وحريتها وكرامتها وحضارتها، بالإضافة إلى كل الخسارات التي تسببت بها هذه الماليشيا في انهيار الدولة وغياب الأمن. يا أبناء المهرة الكرام، أحدثكم من قلبي وأقول لكم بكل وضوح، حافظوا على محافظتكم، حافظوا على أمنها واستقرارها، تعاونوا وتكاتفوا ولا تعطوا مجالا للخلافات والصراعات السياسية والقبلية. ابحثوا عن خدمة أهلكم وتنمية محافظتكم. عليكم أن تتذكروا دائماً أنه قبل سنوات قليلة كان يحلم أبناء المهرة بأن يديروا محافظتهم أو يكونوا شركاء في صناعة مستقبلها، واليوم أصبح الحلم حقيقة. فلا تضيعوا ما تحقق ولا تضيعوا الفرصة لحسابات ضيقة، وتربعوا على الإشكاليات الصغيرة. لا تسمحوا لأي إنسان أن يجعل من محافظتكم ساحة لصراعات مختلفة أو لمصالح شخصية. قفوا وقفة واحدة ضد كل من يريد الخير للمهرة وأهلها. قفوا مع أجهزة الدولة ومؤسساتها، وشاركوا في ترسيخ النظام والقانون، وقطعوا الطريق عن كل ما يتربص بهذا البلد المسالمة. اليوم ندشن جملة من المشاريع المهمة والحيوية في هذه المحافظة، سواء في المجال الصحي أو التعليم أو المياه والكهرباء أو في الميناء والمطار، في مقدمتها المشروع الاستراتيجي الكبير الذي أسميته اليوم مدينة الملك سلمان الطبية. المهرة وأهلها يستحقون كل هذا وأكثر، ونحن إلى جانبكم ومعكم، ونريد أن تكون المهرة نموذج متميز لليمن الجديد. المسؤولين في السلطة المحلية، عليكم أن تحتوا كل أبناء المهرة وأن تعبروا عنهم جميعاً، وأن تجعلوا نموذجاً فريداً للتعايش المثمر.
أقولها وبكل صدق أن المهرة التي كنت فيها وبين أبنائها عندما انطلقت عاصفة الحزم لتعلن أن الأمة العربية قادرة على مواجهة المشروع الفارسي الإرهابي الذي يهدد وجود كل العرب. وأقول لكم أن اليمن بإذن الله قادمة على الخير، وستنتصر إرادة اليمنيين الأحرار على تلك العصابات الإجرامية. ومن وراءهم سنخرج من هذه الأزمة منتصرين بإذن الله، وسنبني مع كل الشرفاء يمنا العدالة والمساواة، يمنا لا ظالم ولا مظلوم. يمن يتساوى فيه الجميع أمام القانون. اليمن الاتحادي الجديد، اليمن الاتحادي الجديد، ويبدأ من اليوم من محافظة المعارف. أخوانكم في الميادين والجبهات يواصلون ليلا بنهار ويقدمون أقل ما لديهم وهي دماءهم وأرواحهم، ومعهم أشقائهم في الدولة تحارب. دعم الشرعية قيادة الأقوى في المملكة العربية السعودية، وأنتم ينبغي أن تكونوا في ميدان وجبهة البناء والتنمية والإعمار، فهي التحدي الأهم الذي يحقق الانتصار الحقيقي للوطن. إذا كان هناك جبهات قتال ضد الحوثيين، أنتم هناك جبهة البناء والإعمار. كما أشكر سفير خادم الحرمين الشريفين باليمن الذي يبذل جهودا مشكورة ومقدرة ومخلصة. شكرا لكم يا أبناء المهرة الكرام على هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة تنموية كبيرة في المهرة. ودعوني من المهرة أقدم لكم الشكر اليمنيين جميعا. إلى تحالف الدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشارك فاعلة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى كل دولة تحارب الكرام على وقفتكم الشجاعة مع الشعب اليمني. تحية وتقدير لكل شهدائنا الأبرار. المجد والخلود لأرواحهم الطاهرة، والشفاء لجرحائنا الميامين، النصر لأبطالنا المرابطين في كل الجبهات الشرف، والعزة والكرامة، النصر لليمن الاتحادية الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.